مشاهدينا وصلنا معكم لفقرة مبدعة واللي بنعرفكم فيها على طريقة جديدة في تزيين المنزل، خاصة مع بدء العام الجديد واللي تشهد فيه الأسواق استعداد خاص بمناسبة بدء العام الجديد. اليوم بنتعرف على كيفية إعادة استخدام الحلويات في زينة المنزل ومائدة الطعام بأفكار بسيطة ومتطلبات موجودة في كل منزل. اخترنا اليوم في الأسواق الحلويات اللي موجودة بكثرة وراح نستخدمها في زينة أو في صنع حاوية للزهور، ممكن تزيني بها المائدة، ممكن تزيني بها أركان المنزل، المهم إن هي تكون جزء من الأشياء اللي بنعملها لاستقبال السنة الجديدة. فأنا عندي هون برطمان أو البرطمان البلاستيك اللي بيكون في البيت، سواء كان برطمان صلصة، سواء كان برطمان مخللات أو أي شيء، فراح احتاج السكاكر، بس أهم شيء إنه السكاكر نحافظ على الغلاف أو التغليف البلاستيكي اللي بيكون ليها عشان ما تفقد، يعني ما نرميها بعد هيك. وممكن كمان تكون القطعة اللي راح نعملها نوع من الأشياء أو اللي هي الإدبل اللي يعني صالحة للأكل، يعني ممكن الأطفال ياخدوها على طول وياخدوا قطعة قطعة ويستفيدوا منها. فباستخدام مسدس الشمع بناخد بس مكان مكان وبنحاول نثبت بهالطريقة. ممكن تعملوا لون موحد وممكن تعملوا ألوان كتير مختلفة. هذه وسيلة لصنع سنتر بيس أو اللي هي القطعة المميزة اللي بتتوسط كل مائدة. يعني إحنا بنعرف إنه في رأس السنة أو الاحتفال الأخير لليوم، آخر يوم في السنة، بيكون بيتكتر العزائم، بنستقبل ناس كتير، نسهر معاهم على التلفزيون وبنستقبل ناس يتعشوا معانا. فيعني شيء حلو إنه تعملوا أشياء تكون مميزة بأقل التكاليف. وإحنا ماشيين قطعة قطعة لنخلص، يعني نعمل تدويرة للبرطمان. ما تقلقي إذا كانت ما مسكت كتير، يعني إحنا ما بدها تمسك كتير عشان يكون سهل نزعها، بس في المنتصف لأنه بالآخر إحنا رح نربطها بمن يعني بنوع من أنواع الشرايط ساتان أو تيول، بيكون منظرها حلو بالآخر. وممكن تعكسي، ممكن تعمليها بهالشكل، ممكن تقلبي وتعمليها مثلا بهالشكل، يعني حسب كل ما أنت عايزة. هاي كلها أفكار إحنا بنحاول منها التجديد، وكمان بنحاول نعطيكم حلول ليكون كل شيء عندكم مميز. وهي السكاكر تعتبر أكثر شيء متواجد بالأسواق حاليا. وممكن على فكرة بنفس الفكرة نعمل أنواع من أنواع الشوكولاتة، يعني سواء الشوكولا المدورة ممكن نعمل بيها باقات ورد، ممكن نعمل كمان بالبونبون أو الحلوى اللي هي بتكون بالأنواع من أنواع الرابينج، نعمل بيها كمان زينة. يعني كلها أشياء، يعني خلي إبداعك ينطلق، فهذا بيساعدك أكثر إنه تطلعي أشياء جميلة جدا بتكون حلوة بالتقديم. ممكن كمان الأطفال يشتركوا معك في هالأنشطة، بس كوني حريصة على سلامتهم، إنه مثلا ما يقربوا المسدس الشمع، أو ممكن تستعيني باللصق اللي هو بيستخدمه بالمدارس، هذا آمن. كلها أشياء أنت ممكن تسيطري عليها. إحنا دائما بنقول إنه هاي النوع من النشاطات أو الكرافت يعني بيساعد بشكل كبير على تنمية المهارات الخاصة للأطفال، كمان بيساعد على خلق نوع من أنواع الترابط الأسري أو الخاص ما بين الأم والطفل، لأنه الطفل بيحس نفسه بيشارك أمه بأشياء هي بتحبها وهو بيحبها. أظن أنه هيك ابتدت الفكرة توضح. يعني ممكن أنت تستخدمي ورود في الحاوية اللي إحنا بنعملها، ممكن تستخدمي أعشاب المطبخ، ممكن تستخدمي أنواع من الفاكهة. يعني مثلا أنا أولادي بحب أنه أحط لهم أنواع من الستروبري والأناناس والكرز، بحطهم بالشوكولا، بعدين لما بيجمدوا بحطهم مثلا هون كنوع من أنواع يعني كشجرة مختلفة أو كزينة حلوة، يعني كباقة ورد حلوة على السفرة، فقابلة للأكل يعني. وهالأشياء بتشجع الأطفال كمان على الأكل، وكمان بتعطي منظر حلو، بيخلي الضيوف يعني بياخدوا انطباع حلو عن ربة البيت، كيف هي أنيقة وكيف هي مميزة وكيف بتفكر بأشياء حلوة.
حابة بس أقول إنه الفكرة هاي ممكن تتطبق كمان على الشموع، يعني ممكن تختاري مقاسات مختلفة من الشموع مثل ما احنا عاملين هون، عاملين شمعة صغيرة عاملين شمعة كبيرة، ممكن تلعبي بالألوان مثل ما بدك يعني، بس أنا بحافظ على الألوان الأخضر والأحمر لأنه هذا المعروف أكثر إنه موجود بالسوق في هالفترة. أنا رح أكتفي بهالكمية مثلاً لأشرح الفكرة. بعدين لما بنخلص المرطبان كله يلف عليه السكاكر بنحتاج شرائط، مثلاً يعني ممكن نعمل الأول التول أو الأورغانزا حسب، يعني شيء شفاف، يعني كل سيدات تستخدم حسها الفني في الموضوع. باستخدام مسدس الشمع مرة ثانية، أو ممكن تعملي عقدة حسب ما بدك، تعملي مثلا هون تربطي، ممكن نضيف لمسة أخيرة. أنا هالأشياء بعتبرها نوع من أنواع التصالح مع النفس، يعني بتعطيني طاقة أكثر إنه أجلس أفكر وأخذ وقتي ونوع من الاستراحة النفسية من مشاغل اليوم، عدا إنه بالآخر بتحصلي على النتيجة كثير حلوة. بس أتأكد إنه كل شيء مضبوط. وهذا بيكون شكلها النهائي مثلا، يعني ممكن تحطي هون مثل ما قلت ورد، ممكن تحطي كمان نوع من أنواع الفاكهة، ممكن تحطي أعشاب من المطبخ، وممكن نعمل نفس الفكرة للشمع مثل ما قلت أحجام مختلفة، يعني هون عكس مثلا الشكل، يعني خليت يعني شكل الحلوى لتحت، وممكن تكون بهالشكل يعني لون واحد موحد، وفي الآخر هي نوع من أنواع يعني السنتر بيس اللي ممكن نزين بيها السفرة، ممكن كمان نحطها بأرجاء من أرجاء يعني ركن من أرجاء المنزل. أتمنى أن الفكرة تكون عجبتكم ويومكم سعيد وكل عام وأنتم بخير.